السلام عليكم، أنا زنوبيا من بغداد، أرحب بكم قناتي زنوبيا شانل، وحبيت اليوم أراويكم شنو هي الأشياء الضرورية اللي لازم تكون موجودة بالجنطة أو بالحقيبة النسائية، وشنو هي اللوازم المهمة اللي إحنا لازم تكون موجودة عندنا بالجنطة. فتابعوا وياي الفيديو حتى تتعرفون على الموضوع أكثر. هذه هي الجنطة مالتي اللي أشيلها وأني طالعة. هاي الجنطة أستعملها بالطلعات العادية، بينما الجنطة اللي أستعملها بالمناسبات أو من أكون رايحة في مكان يعني معين أشيل غير الجنط. بس هذه الجنطة اللي أستعملها بالأيام العادية أو من تكون عندي معاملة، من تكون عندي طلعة عادية أو رايحة مثلا للسوق. يعني هذه الجنطة للأيام العادية، هي قديفة، جنطة قديفة خفيفة هي، وهذه الإيد مالتها، وهذه بيها ميدالية من نانا ما علينا بيها. أريد أقول ملاحظة بالنسبة للجنطة بنات، إنه جنطة من تشترون الجنطة لازم تكون الجنطة أمينة. يعني أكو جنط تكون مثلا هسه هذه من نانا الزنجيل يكون من البداية للنهاية، أكو جنط تكون الزنجيل بس على هذا المكان، يعني هذا زنجيل بس وهاي منها مفتوحة منها مفتوحة. هاي الجنط صح انه هي حلوة وتكون منظرها كلش حلو، واني يعني اني وحدة الناس تغريني هاي الجنط انه اشتريها، لكن هذه الجنط مو امينة. اي واحد بامكانه انه هو يمد ايده بالجنطة ويطلع حاجة من عندها، خصوصا اذا كنتي موظفة او طالبة وتضطرين انه انت تتركين الجنطة في مكان العمل او باي مكان فترات طويلة، فانت شلون تأمنين انه تكون الجنطة مو امينة وانت شايلتها وتستعمليها؟ فخلي بالبداية نحرص انه يكون جنطنا امينة. هذه الجنطة زين. هسه راح اراويكم شنو الاشياء اللي اكون حريصة انه تكون موجودة بالجنطة واللي انصح البنات انه هي تشيلها وياها تكون موجودة عندها. اول شيء طبعا واهم شيء هي النظارة الشمسية. اني بنات النظارة الشمسية كلش حريصة انه اني اخذها وياي وين ما اروح وما تطيح من عيني من اطلع من البيت الى ان افوت لاي مكان، يعني مكان يكون محل او شيء فانزعها. فالنظارة الشمسية ضروري ان تكون عندك بالجنطة وتلبسيها دائما دائما، هاي النظارة الشمسية. الشيء الثاني طبعا اللي يكون موجود عندك هو الموبايل، طبعا هذا شيء ايضا ضروري ثاني، يعني احنا ما نقدر نمشي هسه بالشارع بلاي موبايل. طبعا الشيء الثالث الجزدان اللي تخليين بيه الفلوس، هذا ايضا مهم. الاشياء الثانية المهمة يكون عندك بالجنطة كيس، يعني هذا كيس او علاقة، هاي المفيدة انه انت اذا اشتريتي اشياء فتخليها بالعلاقة بدون ما انه انت تحتاسين وين توديها. ومرات ما تكون احنا نحصل، يعني تشتري من محل مو دائما احنا نحصل علاقة كبيرة، فهاي لازم تكون موجودة عندك بالجنطة احتياط. الاشياء الثانية اهمية الضرورية انه هي تكون موجودة بالجنطة هي المعقم، معقم الايد ضروري يكون بالجنطة، لا تتنازلين عنه، لانه هذا المعقم تعقمين ايدك واحنا طالعين للسوق وقبل ما ناكل او نشرب لازم احنا نعقم ايدينا، لان احنا نكون لزمنا مثلا مكياج، لزمنا تكرمون احذية جنط اي شيء فملابس، يعني هاي احنا ما دام لزمناها خلاص ايدينا توسخت فلازم نعقمها، لازم يكون هذا المعقم عندك في الجنطة. اكو هذا الكلينس انا كانت عندي هذا القطع الكلينس بس هسه خلصت، فيكون عندك كلينس وهذا الوايبس، هذا يعني يكون مبلل، هذا مو تعقيم بس هيك مبلل همين، هذا يكون عندك بالجنطة اكيد. طبعا عطر يكون ضروري، والعطر اي شيء يكون عندك يعني متوفر، اي شيء عطر بسيط، المهم انه انت تعطرين ايدك بعد ما تاكلين او تشربين. الشيء الثاني المهم هو المرطب الايد، مرطب الايد اني هذا المرطب هذا يعني علبة فارغة اني اشتريتها من مينيسو، مجموعة غراض اشتريتهم من مينيسو علب يعني العفو، فهذه العلبة اخلي بيها المرطب واخليها بالجنطة بعد ما اغسل ايدي ارطب ايدي، فهاي المرطب يكون ضروري موجود بالجنطة. مراية، هاي المراية عادي يعني ضروري. هذه بعد الأكل فرشة أسنان، يعني مو ضروري كلش بس يعني يفضل أن تكون موجودة عندك إذا شفتي أنه أنت محتاجتها
فتكون عندك فرشة أسنان بالجنطة تكون مثل هذه، وهاي رخيصة سعرها يعني كلش رخيص، أنا ما أخذتها. مثلا نجي هسه على المكياج، أنا أشيل هذا المكياج بشي بسيط، ما أكثر هواية من المكياج حتى لا يثقل جنطتي. وقبل كنت أستعمل هاي جنط المكياج، بس هسه بعدين لا، شفت إنه هذه ثقل الجنطة وتأذي الكتف، فقمت أشيل يعني هيجي أشيله، أشيل أشياء ضرورية بس، يعني مثلا أحمر خدود يكون، باودر، هذا باودر من كاتريس طلعت عنه ريفيو باودر، يكون مثلا هاي الفرشة، هاي الفرشة هيجي نحط هيجي يعني هاي هيجي تصير، فهذه تكون عندك بالجنطة نظيفة تكون، وقلم كحل عادي أخليه وياي. استعمل همين قلم وورقه، ما اشيل دفاتر ثقيله بالجنطه، ما اثقل جنطتي، قلم وورقه اذا احتاجيت. وايضا استعمل هذا يعني هذا احتياطي شمالت لاصق الجروح. الشغلات بعد المهمه، اشيل هذه الجفوف الشفافه اللي تكون استعمال مره واحده، هذه الجفوف بنات، هذه الشف هذا كلش ضروري يكون عندك بالجنطه. هذه العلبة مالته أو هذا مالته طلعته حتى تشوفونه. هذا شنو الفائدة مالته؟ مثلا أنت بعد الأكل أو الشرب تحبين تفوتين للحمام، تلبسينه وتستعملين الحمام حتى تضمنين أنه إيدش بقت نظيفة، لأنه أنت ما تعرفين ظروف الشخص اللي فات قبلش للحمام، سواء أنت فايته بالمول، سواء فايته بعيادة أو شيء، فهذا تستعملينه وبعدين ترميه، هاي واحد. او انه انت مثلا ماشيه بالشارع وشفتي اكو مرات يشمرون ناس قشر موز، قزازه مشموره تأذي الناس، فهذه ممكن انه واحد يعني البسها مثلا اني واشيل القشر او اشيل القزازه، وهاي يسموها اماطه الاذى عن الطريق، كلش اجر عظيم عند الله. فهذا يكون انت تلبسينه حتى لا تتاذين او تتوسخ ايدك من الشغلات المشموره بالشارع، وهي طبعا هوايه. فهذه تكون عندك بالجنطة وهي جدا مفيدة، يعني هاي لها فوائد أخرى، بس أنا هسه دا أحكي هسه الموجودة بالجنطة، فهاي دائما تكون عندي موجودة بالجنطة. الشغلة الثانية الضرورية واللي هسه يمكن تضحكون عليها، أنا أشيل مكبرة، بس هاي انكسرت عندي انكسرت الإيد مالتها. المكبرة هاي شنو الفائدة مالتها؟ مرات من أدخل أشتري مثلا مكياج من المحلات، يكتبون مثلا ميد ان كذا، بس يكون الكتابة ناعمة، فهذه المكبرة اوجهها على الكتابة حتى اطلعها اشوف اقربها الكتابة الناعمة، حتى لا اخذ شغلة وبعدين تطلع ميد ان تشاينا او كذا. وصارت وياي يعني مرة صارت وياي، فقمت اخذ المكبرة وياي حتى اشوف تاريخ الصلاحية او اشوف الكتابة الناعمة. مو شرط ما تحتاجين، يعني مو شرط انه انت تكون عندك المكبرة، ممكن بالموبايل من توجهين الموبايل على الحاجة تطقي لها صورة وبعدين تكبريها بالموبايل، هاي ممكن. بس يعني أنا للسرعة حبيت إنه أنا أشيل المكبرة. هذه الأشياء اللي أكون مخليتها بالجنطة عندي، واللي يعتبر إنه قسم من عدة يكون ضروري جدا إنه يكون موجود عندك بالجنطة، مثل المعقم، مثل العطر، مثل مرطب الإيد، مثل هذه الجف، هاي الأشياء الضرورية. حبيت اليوم إنه أنا أفيدكم بهاي المعلومات. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الإشعارات واعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو. وأخيرا تحياتي لكم وشكرا.